نبتدي وخلينا نروح نشوف وجهة نظر تانية برضو من الدكتور هشام ابراهيم، استاذ الاستثمار والتمويل في جامعة القاهرة. مساء الخير يا دكتور هشام. مساء الخير، تحياتي لحضراتكم وللساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك. دلوقتي نقدر نشرح للناس ازاي اللي حصل النهارده مساله التعويم، خصوصا خوف الناس ورعبها من يكون ده مؤثر على الاسعار اللي موجوده في السوق. والسؤال الاهم هو احنا هنفضل امتى في حاله طالع ونازل بالنسبه لسعر الجنيه او قيمه الجنيه قصاد الدولار؟ طيب خلينا نرجع فلاش باك. وضع هو الدولار كان بكام في السوق السوداء؟ مش كان ب 18 و 19؟ طيب ايه اللي عمله البنك المركزي حاليا؟ انه خلاه في رينج ما بين 13 و 14. البعض اللي كان بيتحدث عن انه طب ما هو انخفض بالفعل امبارح على صدر قرارات اللي اصدرها المجلس الاعلى للاستثمار ووقفه وطنيه من جانب اتحاد الغرف التجاريه بالسوق الموازيه لمده اسبوعين، ووقف الاستيراد غير الضروري لمده 3 اشهر. البعض بيقول طب ما هو سعر الدولار كان كسر ال 12، ما كنا استنينا. هي الفكره مش في السعر، هي الفكره في اتاحه النقد الاجنبي داخل الجهاز المصرفي. ده الوضع الطبيعي اللي لازم يكون فيحصل في العالم. وبالتالي هي الفكره الاساسيه، احنا مش بنتحدث حاليا عن سعر 13 14، هي الفكره الاساسيه انه النقد الاجنبي يعود مره اخرى الى شرايينه الطبيعي. فده اللي حدث بالفعل اليوم. مؤكد البنك المركزي عايز يرفع من درجه جاذبيه الجنيه ويدخل النقد الاجنبي داخل الجهاز المصرفي عشان يقدر يدور عجله الاقتصاد ويرفع التنميه الاقتصاديه. فده الدور الطبيعي المفترض الجهاز المصرفي يقوم بيه. فالبنك المركزي اقدم على خطوه الفول فليتيشن او التعويم الكامل للنقد الاجنبي في الوقت الحالي للجنيه. وفي ذات الوقت ايضا هو رفع سعر الكوريدور او سعر الايداع والاقتراض ليله واحده ب 3% علشان يزيد من درجه جاذبيه الجنيه. وبالمناسبه اللي اتعمل ده، ما هو اتعمل قبل كده مش في دول، ده اتعمل عندنا. اتعمل عندنا سنه 2003، ولما تم تحييد سعر الصرف وارتفع ليه ما يزيد عن 7 جنيهات، عاد مره اخرى لحدود ال 5 جنيهات ونصف في اقل من عام. وبالتالي اللي اتعمل قبل كده لازم. السؤال يا دكتور هشام دلوقتي يعني ايام القلق دي هتستمر معانا لحد امتى بالنسبه للناس او بالنسبه للصراع اللي موجود ما بين الجنيه والدولار دلوقتي؟ امتى نقدر نوصل لسعر مستقر؟ احنا كلنا متفقين على انه الوضع الاقتصادي المصري على مدار الاشهر الماضيه هو اشبه بالمريض اللي كان عايش على المسكنات. لكن استمرار الوضع اللي كان عليه كان ينبئ بكارثه اقتصاديه. يعني احنا واخدين يعني قرار اصلاحي دلوقتي حتى لو كان قرار جريء، لكننا كنا محتاجين ليه. بالتاكيد، لانه كما اشرنا انه ما كانش في مستثمر ممكن يجي وعندنا اكتر من سعر ليه العمل. طيب البورصه النهارده بعد هذا القرار ارتفعت جدا وعاشت حاله انتعاش، تاثير ده على البورصه على المدى الطويل ايه؟ ما هو الحقيقه البورصه دايما بتبقى انعكاس للوضع الاقتصادي، ومش الوضع الحالي لكن الوضع المستقبلي. فالمستثمرين في سوق المال اللي هم بالتاكيد عينهم ونظرتهم للمستقبل المتوسط والبعيد شافوا انه في خطوات اصلاحيه بتتم. هذه الاجراءات والخطوات اللي تم اتخاذها ما كانش عندنا بديل غير اللي احنا عملناه الوقت الحالي، لكن بالتاكيد في هناك مزيد من القرارات مطلوبه خلال الاجل القصير. انا بتكلم خلال ساعات او ايام معدوده في قرارات اخرى حاسمه يجب ان تتخذ. زي ايه يا دكتور؟ زي ايه؟ وعلى الاخص من جانب الحكومه. زي خلينا نوضح لانه القرارات اللي صدرت اليوم بالتاكيد ليها بعض الانعكاسات السلبيه، ليها السايد افكت زي كده ما احنا بناخد. ايه القرارات اللي حضرتك بتقول لازم تصدر في ساعات؟ بالتاكيد اعاده النظر في عده امور. الامر الاول سرعه توفير اكبر قدر من التمويل للموازنه العامه للدوله من داخل الاقتصاد. يعني في بعض الامور بالتاكيد محتاجه مراجعه، وكان الامر رفع سعر الفائده مؤكد هيزيد من تكلفه التمويل في نسب ما بين 60 و80 مليار جنيه. وبالتالي عجز الموازنه متوقع انه يرتفع من 319 الى ما يقرب من 14%، واحنا ملتزمين انه عجز الموازنه ينزل من 12 ل 10. ما اتخذ اليوم ممكن ان يرفع عجز الموازنه من 12 ل 14 اذا لم تقدم الحكومه على سرعه توفير بدائل لتوفير المواد. تمام، وصلت يا دكتور. قانون خلينا نقول قانون وصلت جدا. وصلت جدا. بشكرك جدا دكتور هشام ابراهيم استاذ الاستثمار والتمويل في جامعه القاهره.